الآلية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن قرارات الفيدرالي كانت واضحة، وأيضا تصريحات جيروم باول أثرت بشكل كبير على أسواق العملات خلال الأسبوع الماضي الذي من الممكن أن نصفه أسبوع الفيدرالي. إذن كيف ترى تحرك الدولار وما هي التوقعات خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا قرار من البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قام خلاله برفع الفائده بمقدار 25 نقطه اساس، وبعد ان رفع الفيدرالي الامريكي الفائده قلص الدولار الخسائر التي كان قد تكبدها الاسبوع الماضي بارتفاعه يوم الجمعه الماضي مقابل سله من العملات، وارتكز ارتفاع الدولار الامريكي امام اليورو. بالنسبة للجنيه الاسترليني فقد قرر أيضا بنك إنجلترا المركزي رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا ما ساهم في تقليل قرار الفيدرالي على الجنيه الاسترليني. لكن اليورو الين الياباني انخفضا، بل إن الين الياباني شهد انخفاض إلى أدنى مستويات منذ مطلع عام 2016 الماضي، وذلك بسبب توقعات استمرار الفيدرالي برفع الفائدة، رغم أن الفيدرالي الأمريكي خفض توقعاته للنمو هذه السنة إلى 2.8%، لكنه أيضا قام برفع توقعات التضخم بشكل كبير وحاد إلى 4.1%. وقد تضمن محضر اجتماع الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية بأن الفيدرالي الأمريكي ربما سيرفع الفائدة 6 مرات أخرى هذه السنة، مما قد يبقي على القوة الإجمالية للدولار الأمريكي. لكن هذا الأسبوع أيضا نحن في انتظار العديد من التصريحات من رؤساء البنوك المركزية، إذ أننا أمام اجتماع لبنك التسويات الدولي، إلى جانب العديد من البيانات الاقتصادية التي قد تغير النظرة بشكل عام لتحرك أسواق العملات. نعم، يعني أستاذ سركيس فيما يتعلق بقرارات البنوك المركزية المرتقبة خلال تعاملات هذا الأسبوع، كان هناك تصريح فيما يتعلق بالين الياباني، يعني المركزي الياباني لم يتحدث عن يعني التشديد النقدي، بقي في حالة من نوعا ما الثبات، يعني لم يلحق الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة، والحديث هناك حول إبقاء أسعار الفائدة، ألن يؤثر ذلك سلبا على الين الياباني؟ بالتأكيد الين الياباني شهد انخفاض قوي جدا الأسبوع الماضي، ليتم تداوله عند 119 ين للدولار الأمريكي الواحد. التضخم في اليابان ما زال منخفض نسبيا مقارنة في عديد من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا، التي من المتوقع أن يرتفع فيها التضخم بحسب بيانات هذا الأسبوع من 5.5% إلى 6%. لكن في اليابان التضخم ما زال يسمح للبنك المركزي الاستمرار في تحفيز الاقتصاد، خصوصا مع التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الآسيوي في ظل الإغلاقات التي توجهت لها الصين مؤخرا للحد من انتشار أو موجة جديدة من الانتشار لفيروس كورونا هناك. وبالتالي التوقعات المستقبلية لبنك اليابان المركزي ما زالت تشير إلى سياسة تسهيلية أسعار فائدة صفرية وسالبة، كذلك ضخ سيولة هائلة، مما قد يبقي على الضعف الإجمالي على الين الياباني مقابل سلة من العملات، ليس فقط الدولار الأمريكي، فالين الياباني أيضا يتأثر بارتفاع الثقة الذي شهدناه بالأسواق المالية يومي الخميس والجمعة الماضيين، حيث أن روسيا أعلنت بأنها سددت 117 مليون دولار مستحقة على سنداتها. نعم. وهذا أيضا ما أعاد بعض الثقة للأسواق، مما دفع الين الياباني لمزيد من الانخفاض. نعم، إذن هذه المعطيات جميعها في الأسواق وحالة الترقب أيضا للقرارات المهمة والبيانات الاقتصادية المهمة خلال تعاملات هذا الأسبوع، كيف تؤثر على منطقة اليورو تحديدا واليورو؟ يعني نلاحظ عمليات وارتفاع معدلات التضخم، ارتفاع معدلات الطاقة، الأزمة الجيوسياسية، أيضا العديد من العوامل، حتى الإغلاقات في الصين تؤثر على منطقة اليورو وعلى أداء اليورو. هل نتوقع أيضا المزيد من التراجعات لليورو؟ على المدى المتوسط والطويل بالفعل لا أستبعد أبدا أن نشهد انخفاض في اليورو مقابل العديد من العملات مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترليني. فالبنك المركزي الأوروبي رغم أنه كان أكثر تشددا في اجتماعه الأخير مما كان متوقع،
لكن أيضا تثير التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيثبت الفائدة عند 0% على الأقل حتى الربع الرابع المقبل من هذه السنة، طبعا وسط التوترات الجيوسياسية. وقد يتجاهل البنك المركزي الأوروبي بذلك معدلات التضخم التي ارتفعت إلى 5.8% وهي أعلى مستويات تضخم على الإطلاق في منطقة اليورو. لكن على المدى القصير هناك حالة من إعادة التسعير على اليورو مقابل العديد من العملات قد تسمح لليورو بقليل من الارتفاع. هذا الارتفاع قد نشهده هذا الأسبوع، خصوصا ونحن بانتظار بيانات مؤشرات مدراء المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية وقطاع أيضا الخدمات. وفي ظل هذه البيانات ومع إعادة التسعير قد نشهد القليل من الارتفاع كما أشرنا، لكن على المدى المتوسط والطويل حتى هذه اللحظة تظهر المتغيرات الاقتصادية وفروقات الفوائد في البنوك المركزية بأن اليورو مرشح لمزيد من الانخفاض. نعم، يعني أستاذ سركيس بالنهاية يعني الأكثر تأثيرا على سوق العملات الآن يعني قرارات الفيدرالي أصبحت كانت متوقعة والآن أصبحت حقيقة فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة ضمن 7 مرات مرتقبة بحسب تصريحات جيروم باول. إذن أيهما أكثر تأثيرا، قرارات الفيدرالي، هل التأثيرات الجيوسياسية، معدلات التضخم، ما الذي يحرك السوق الآن؟ حاليا يجب أن نفرق ما بين التأثير الإجمالي للتدفقات النقدية على المدى الطويل والتأثيرات الآنية. بالنسبة للتدفقات النقدية فهي تتأثر بلا شك بفروقات أسعار الفائدة، وبالتالي قرارات البنوك المركزية إن كان قرار الفيدرالي أو غيره من البنوك المركزية سيكون له تأثير على الأرجح على المدى الطويل. لكن على المدى القصير يتأثر اليورو وغيره من العملات في التوترات الجيوسياسية بشكل كبير جدا، بالتالي هذه التأثيرات إن حصلت سوف تكون أكثر قوة لكن على المدى القصير من توقعات الفوائد في البنوك المركزية. فحتى أقوم بشرح هذه النقطة بشكل أبسط، على المدى القصير قد تكون التوترات الجيوسياسية هي ذات التأثير الأكبر، لكن على المدى الأبعد فلا شك بأن اقتصاديا أتكلم هنا أن فروقات أسعار الفائدة لها الدور الأكبر في تحريك أسواق العملات الأجنبية. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.